اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجمتينا طبعا المشرفين ده في استوديو، نجوم منتخب مصر او نجمات منتخب مصر والنادي الاهلي دلوقتي بقى خلاص، والصفقات الجديده اللي انضمت في كره السله النادي الاهلي. برحب في البدايه برنيم الجداوي. اهلا بيك يا رنيم. اهلا بحضرتك، منور النادي الاهلي وقناته. ميرسي، نور حضرتك والله. برحب بندى نافع، احد طبعا النجمات في كره السله المنضمه حديثا للنادي الاهلي. اهلا بيك يا ندى. اهلا بحضرتك، منورانا، منوره النادي الاهلي وقناته. ميرسي جدا. ابتدي معاكي يا ندى، يمكن قصه انضمام كان جاي ازاي؟ يعني انت اخر سيزون كنت مع هليوبلس وقعدتي فتره معاهم قبل ما تيجي. ايه اللي خلى النادي الاهلي يتكلم معاكي وبدات المفاوضات ازاي؟ هو بدات اول ما السيزون خلص، كابتن علي كلمني وقال لي ان هو محتاجني ان هو يبقى ابدا مع السيزون الجديد. بس بعد كده على بس طول، بس انت اكيد يعني عملتي ماتشات حلوه قصاد النادي الاهلي عشان كده، يعني قصدي اقول اخر الماتشات خالص كنا يعني لعبنا قدام الاهلي. يعني اغلبيه الماتشات لعبناها قدامهم في الاخر، ف تعبتينا جدا. ما هو ده طبيعي ان هو اكيد شايف. فلعبت كويس وكده، وقبليها في السيزون يعني برده كان في ماتشات كويسه، فالكابتن تقريبا كان محتاج البوزيشن بتاعي. ف وسيمي فاينل دوري السوبر برده كان ليكي ماتش عملتيه كويس جدا. ايوه يعني قصدي اقول ان كابتن علي هاشم اكيد لما طلب ده اكيد يعني علمت علينا جامد يعني. بس خليني اقول انه ان يعني ان النادي الاهلي بيدور على صفقات من ليفل معين، يعني عايز حد يجي يعمل الفرق وحد يجي يبقى مستعد ان هو فنيا ان هو انضم للفرقه، خاصه ان الفرقه كويسه، فرقه النادي الاهلي كويسه. شايفه ده ازاي؟ شايفه ده في المستقبل معاكي في السيزون اللي جاي ازاي؟ يعني كتدريب وكنادي الاهلي من كل النواحي يعني حاجه بروفيشنال، فحاسه ان هو يعني ان احنا هيخلينا نتحسن اكتر من حيث التمرين، من حيث الاهتمام بكل النواحي بتاعت التدريب وكده. يعني انت حاسه ان في احترافيه في حاسه ان الموضوع بروفيشنال اكتر يعني. نزلت التمرين ولا لسه؟ ولا لا بتقول. بدانا نتمرن. ايه الجو؟ قولي لي بقى الصاله والجو. خلي بالك الجو ده بيبقى غريب شويه في الاول، يعني طبعا انت اول مره تنضم للاهلي، الصاله والجو والاضاءه يعني، وزمايلك قابلوك ازاي او زمايلاتك قابلتك ازاي؟ كلميني عن الشعور ده. هو شعور، بس حاسه ان انا مخضوضه شويه. بس لا يعني كده كده البنات، يعني احنا كنا اتمرن مع بعض في المنتخب، فالبنات اصلا اصحابنا من الاول. فبس يعني شعور ان انا داخله النادي الاهلي حاجه يعني حاسه ان انا مبسوطه. اقرب لعيبه ليك في النادي الاهلي؟ سوريا. ها، انتوا بتقعدوا مع بعض في المنتخب؟ يعني انت اعتذرتي اخر بطوله اللي هي كانت في رواندا، تصفيات المنطقه الخمسه، اعتذرتي يعني، بس انت في العادي مع سوريا في الاوضه. صح. ايوه. ويمكن ليها دور في ان انت تيجي ولا هي جت بظروفها؟ لا هي جت بظروفها، بس يعني اكيد لما بلاقي حد مثلا بحبه في الفريق ببقى متحمسه طبعا. اكتر ان هو يعني هبقى مرتاحه برده من ناحيه زملائي وكده، ومن ناحيه ان انا مع الكابتن وكده، الحاجات دي كلها نواحي دي بتخليني ان هو اخد خطوه ان انا ممكن العب في النادي ده. صحيح، بتبقى الدنيا اريح. أيوة. حاسس ان هي اسره وتخش. ايوه دي حقيقة. طب خليني اجي لك رنين برده، يعني انت برده ليكي قصه بقى طويله شويه. انت طبعا بنت اسكندريه سبورتنج، وبعد كده رحتي جامعه. رحتي ولايه كنتاكي، لعبتي في جامعه هناك. كام سنه؟ أربع سنين. قعدت الأربع سنين كانوا هناك في أمريكا. وكنت مأدية أداء كويس، احنا كنا مقدمينك أديت أداء كويس. خلصت السنة اللي فاتت ورجعتي مصر. بدأت القصة زي ما نادي الأهلي، مين اللي كلمك في الأول؟ يعني كابتن علي برضو كان بيتواصل معايا، وبعد ما السيزون خلص أنا كنت محتارة أفضل في النادي سبورتنج ولا آجي، بس كابتن يعني اتكلم معايا كتير وكده، وقررت ان انا طبعا اي حد شرف لي ان هو يلعب في النادي الاهلي، فكانت خطوه بالنسبه لي ان شاء الله يعني تبقى خطوه. طيب يعني بابا وماما كان رايهم ايه مثلا؟ اسرتك خدتي رايهم؟ يعني قولي لي برده على الكواليس اللي الناس ما تعرفهاش. يعني بابايا كان ليه طبعا ساعد كبير، ان هو كان يعني بيسابورت مي ان انا اخد الخطوه. طبعا هو اهلاوي من زمان، واخويا برضو اهلاوي، فكلهم بقى شجعوني ان انا اروح الاهلي. واكيد طبعا يعني كل اللاعبات اكيد يعني كنت في المنتخب زي ندى برضو نفس الكلام، كنتوا بتبقوا مع بعض في المنتخب، يعني بتهيألي مش حاسه بغربه يعني ما فيش. لا خالص، انا اتمرنت معاهم تمرينه، و يعني كنت هما كلهم صحابي صراحه، فما كنتش حاسه فعلا بغربه يعني، كنت حاسه. صحيح. طب انا عرفت ان انت طلعتي من امريكا على رواندا صح؟ ولا رجعت القاهره؟ لا رجعت مصر شويه وبعدين سافرت. قد ايه اتمرنتي مع المنتخب قد ايه؟ اصل انا سمعت ان انت كانت فتره قليله اتمرنتي فيها. شهر. مش ممكن يعني قصدي اقول ان انت ما قعدتيش. طب عملتي ايه في كورونا هناك؟ يعني انت خدتي بقى كورونا في عزها في امريكا؟ يعني في امريكا. بس هناك كانوا يعني كان في احترازات على اكمل وجه يعني في امريكا، كانوا كل
في الاسبوع كنا بنعمل 3 تحليل كورونا بي سي ار، والله ما ينفعش ان احنا نلعب ماتشات او تمارين او كده غير لما يكون عاملين التحليل وكله يبقى نيجاتيف. فكان كانوا يعني طب وفي الدراسه كانت اونلاين ولا كنتوا بتروحوا؟ لا كانت في حاجات اونلاين وفي حاجات بنروح، وبرده يعني كانت يعني في مثلا لما بنروح الجامعه او حاجه كانت ما كانتش بتبقى الفصل كله بيروح يعني كان يعني بيبقى 50% 50% بيبقى في شيرنج للموضوع ده عشان ما يحصلش ان يبقى في عدد كبير. بالظبط. بس احنا كنا سامعين الجامعات وقفت، الكلام ده كان صح في يعني اول لما اول لما كورونا بدات وقفت خالص، وبعدين بقى يعني قعدوا بقى اللي هو يعني اونلاين، وبعدين بقى 50%، وبعدين السنه الجايه اعتقد خلاص كله هيبقى هيروح الجامعه عادي. كله بياخد الفاكسين وكله بعد كده هيروح الجامعه خلاص. طب قولي لي يعني قصه سفرك امريكا بيبقى صعب، انت عارفه بيبقى بنت وتسافر وبتبقى الغربه وتبقى انت قاعد لوحدك، ويعني بتبقى صعبه على الولد، ما بالك البنت بقى. سافرت ازاي؟ اختي الصراحه هي اللي قعدت تشجعني ان هو انا كان نفسي لا اكبر مني بس هو انا كان نفسي اسافر من زمان ان انا اروح يعني العب بره، بس اول لما جت لي اختك اسمها ران صح؟ ران كانت بتلعب معايا في النادي سبورتنج اكبر منك. دي لقطات طبعا من توقيع طبعا على العقود في النادي الاهلي. بس ليه هو القلم احمر ليه؟ انت كنت بتمضي بقلم احمر ولا طيب قولي لي ايه يعني اختك شجعتك ولا؟ يعني انا اول لما جات لي السكولرشيب كنت خايفه طبعا ان انا اسافر لوحدي. جات لك ازاي؟ وانت بتلعبي مع المنتخب؟ وانا بلعب مع المنتخب لما رحنا كاس عالم في روسيا، المدربه هناك كانت بتتفرج فكلمتني يعني وتواصلت معايا ان انا اسافر. بس اختك شجعتك؟ شجعتني. طب بابا وماما؟ بابايا يعني هو ما كانش عايز يسافر قوي، بس يعني اللي هو كان شايف ان ده الاحسن لي، فكان مشجعني. درست ايه هناك؟ بزنس. بزنس فخلاص يعني ويلكم باك واهلا بيكي في النادي الاهلي، ان شاء الله تعملي شغل كويس. يعني انت شخصيه ما شاء الله، يعني يعني ليكي شخصيه سواء انت او ندى في الملعب ليكوا شخصيه، احنا اتفرجنا عليكم. فيعني اتوقع ان انتوا ان شاء الله تنجحوا من النادي الاهلي. بس برضو اجي لك يا ندى، يمكن اكيد انت ليكي مثل اعلى، يعني اكيد شايفه حد في البوزيشن ده، شايفه حد يعني في المركز بتاعك ماسك الاعلى مين؟ مش لازم بنات على فكره، يعني ممكن اولاد، مش لازم جوه مصر، بره مصر. بره مصر في ناس كتير، بس ممكن جوه مصر اسماعيل احمد يعني البوزيشن بتاعنا هو اكيد التوب يعني. طبعا طبعا. فاعتقد انت بتلعبي في نفس مركزه تقريبا، هو بيلعب 4 و5 بس هو نادرا ما بيلعب 5، هو بيلعب 4 اكتر، بس انت بتلعبي 4 و5 مش كده؟ طب قولي لي يعني مين اكتر لعيبه كانت في الدوري السنه دي كانت بتتعبك في النادي الاهلي لما تمسكيها؟ كايلا. كايلا دي كانت تعبانه، احنا هنا في الاستوديو بنتعب ما بنلحقش ما شاء الله. هي اكتر حد كانت انت كنت بتمسكيها؟ يعني ده في ماتش في لوبس انا فاكر حاطط 32 بونت او حاجه زي كده. لا في ماتش حاطط 51 بونت. انت كنت ماسكاها؟ لا مش ماتش اكيد. لا ما انا قصدي اقول ان هو يعني مين هيمسكها كايلا دي بقى، يعني لو الفرقه كلها مسكتها، يعني لعيبه ام بي اي يعني هي يعني دبليو ام بي اي، فيعني يعني ما حدش قال ان هي فيزيكالي قويه قوي. ايوه يعني كانت معانا في الاستوديو هنا لما جت، حاجه كانت جامده جدا. طيب خلينا نتكلم على مستوى المنتخب. احنا عندنا بطولة افريقيا اللي جايه ان شاء الله في شهر 9 تقريبا صح يا رنين؟ مع كابتن هاب الالفي رايحين، شايفين حظوظنا ايه؟ برغم ان احنا خسرنا من كينيا خساره غير متوقعه بامانه، يعني في الفاينل بتاع المنطقه الخامسه، بس شايفه نقدر نروح نعمل حاجه خاصه في وجود مالي، كينيا بقت كويسه جدا، كوت ديفوار بقت بتهتم جامد جدا بالباسكت دلوقتي، شايفه ده ازاي؟ هو انا شايفه ان كابتن ايهاب يعني مدرب كويس قوي، وحاسه ان هو يعني بيعرف يستخدم العناصر الموجوده كويس قوي، فحاسه يعني المره دي هتبقى احسن من المره اللي فاتت بكتير، لان فرصتنا المره اللي فاتت كان في ماتشات قريبه جدا كان يعني ممكن نكسبها، فحاسه ان احنا هنتعلم من الاخطاء بتاعت المره اللي فاتت وممكن نعمل حاجه المره دي. لعبتي مع المنتخب قبل كده انت؟ لعبتي اخر بطوله افريقيا يا ندى؟ كنا خدنا بين سادس او سابع صح؟ سابع. يعني بيتهيألي ممكن الدوره دي نبقى احسن. بكتير يعني كابتن ايهاب يعني حد منظم جدا وشاطر يعني جداً. كان مدير فني النادي الاهلي يعني، فعنده سيستم ونظام وبيعرف يجمع اللاعبين كويس وبتاع. بس احنا داخلين على يعني مالي، السنغال، كوت ديفوار، خلي بالك يعني يعني في اهتمام بكره السله، انتوا شايفين الجماهير متابعه كويس قوي يعني، ما يعني اولاد وبنات متابعين نتائجهم، متابعين الصفقات، ومتابعين كل شيء، فده يخلينا نقرب يعني يبقى عندنا الهدف ان احنا ناخد حاجه زي كده او نقرب نبقى في المربع مثلا في بطوله افريقيا. أيوة. صح انا غلطان؟ أيوة. تونس اخبارها ايه؟
لا يعني اعتقد مصر احسن من تونس بكتير. دلوقتي احسن بكتير. يعني في جيلنا كان تونس هي ومصر بيبقوا قريبين، بس دلوقتي احنا احسن. احنا احسن بكتير. ويمكن السنغال وكينيا ومالي. انجولا. انجولا. انجولا طبعا. انجولا انجولا طبعا. بس انجولا يعني ما بقتش بعبع زي زمان، يعني انا شايف ان انجولا ما بقتش هي البعبع اللي احنا ايامنا كان يعني كانت. احنا بطوله افريقيا اللي فاتت احنا يعني كنا كسبانينهم طول الماتش، بس احنا خسرنا في الاخر يعني. بس اعتقد ان البطوله دي لو احنا اتقابلنا انجولا هنكسب ان شاء الله. نكسب ان شاء الله. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا طبعا عن كره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نيم الجداوي وندى نافع. ندى، يمكن اجيلك، اي لاعب في حياته بيبقى ليه مدرب اثر فيه؟ يعني لو قعد كده سرح مع نفسه شويه يقول يا مثلا يعني ربنا يديله الصحه الراجل ده يعني او المدربه دي ساعدوني، مين من المدربين شايفاه كان ليه بصمه في حياتك الرياضيه؟ كابتن ايهاب. كابتن ايهاب الالفي. كابتن ايهاب ما اتمرنش معاه كتير في النوادي، بس كنت بتمرن معاه برايفت وكنت بحب اتمرن معاه قوي، وهو اكتر حد واثق فيا حتى في المنتخب وكده. هو اللي كان بيبوش مي يعني ان انا ابقى احسن، ان هو يعني ياخدني حتى، وتعلمت منه حاجات كتير اكيد يعني. بس فكابتن ايهاب هو اكتر حد. برافو، انت قلت كلمه حلوه ان هو واثق فيك. لعلمك اللاعب بيبقى عايز المدرب يعني يثق فيا يعني، بيبقى فلما بيحس المدرب بيثق فيه حتى لو هو في ناشئين ما بينساهوش. ايوه. فتقريبا كابتن ايهاب الالفي لمس ده، ودي صورتك معاه على فكره. شفتي بقى احنا جايبين كل حاجه يعني، انت بس قولي اللي انت يعني عارفه، انت زي اول ما تيجي الفكره هتيجي في دي. كانت فين الصوره دي؟ في اسكندريه. في اسكندريه كان عندنا معسكر في اسكندريه مع المنتخب. وخرجنا يوم كده. كان في طبعا في اوقات بنخرج كان ايه ده، اكل السمك ولا ايه ولا شفتي بقى. انا عارف دي ابو قير على ما اعتقد. صح. انا فاكر الحته دي عندها مطاعم سمك كتير. فانت كابتن ايهاب الالفي انت من هنا بتقدمي له تحيه طبعا كمدربين اثروا فيك. يعني كمدرب كاب يعني انا بعتبره ابويا الثاني. لاعب كبير ونجم كبير. طيب خلينا نروح لرنيم. يمكن برضو اكيد في حياتك في مدربين مين؟ طبعا في كتير والله، من ساعه لما بدات مشواري في كابتن هيثم رسلان. يعني ده ساعه لما كنت في ال14 هو اللي يعني دفعني وخلاني اثق في نفسي. في طبعا كابتن شريف عزمي، كابتن ايهاب الالفي، في مدربين اللي كنت بتمرن معاهم في امريكا طبعا. قولي اساميهم طبعا. كوتش كولينز. كلهم والله اثروا فيا ويعني دفعوني ان انا ابقى احسن كلهم وصفوا فيكي. بالظبط. بس يعني انا حاسس شويه ان انت ملتزمه يعني رنيم. انا يعني حتى اللي عرفته من عنك قبل ما تيجي لعيبه ملتزمه، سواء ندى كمان على فكره ملتزمين، تمرين، عايزين تبقوا احسن دايما طبعا. يعني فده طبعا مش هتلاقي اختلاف كبير جوه النادي، هو النادي الاهلي كده. فاكيد مدربينك شافوا ده فعشان كده هم ساعدوك. يعني الاساس بيكون هو اللاعب. وانا اعرف ان كابتن هيثم رسلان لي بنت كمان بتلعب، صح ولا انا غلطان؟ اللي بنت بتلعب في الفريق الاول كمان، صح ولا ناشئات؟ لا ناشئات. ناشئات صح. انا فاكر لان هو كان السنه اللي فاتت تقريبا بتلعب في المرتبط حاجه زي كده. فهو طبعا اكيد يعني شايفك زي بنته، اكيد هو كان شايف ان دي هتبقى ليها شغل كويس. طيب خلينا ناخد تليفون مهم كمان. كابتن علي هاشم المدير الفني الفريق الاول لكره السله لسادات بنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن علي. يا كابتن هيثم ازي حضرتك، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. طبعا ندى وهنا في الاستوديو رنيم بيبعتوا لك كل التحيه يعني. ميرسي عليهم احسن. تحب تقول لهم ايه يا كابتن علي على الهوا؟ بقول لهم طبعا الف مبروك طبعا للنادي الاهلي، مسؤول مسؤوليه كبيره طبعا، و ان شاء الله باذن الله يكون اضافه كويسه واضافه قويه للموسم ده ان شاء الله باذن الله. طب اقول لك يا كابتن، انت كنت السنه اللي فاتت بتعاني من تحت الحلقه شويه، يعني يمكن اللي تحت الحلقه كان عندنا بعض الاصابات جات ويعني وفنيا كان عندنا دروب السنه اللي فاتت فعلا زي الاصابات، وفي ناس كانت ممكن توفقها. ف يعني من الموسم اللي فات واحنا بدانا نشوف الحلول هتبقى ايه، والحمد لله وصلنا لمعدلين كويسين جدا. الاثنين لاعبين منتخب مصر ومن احسن الجهودات اللي موجوده الموسم اللي فات واللي قبله، وان شاء الله بيكونوا اضافه مع باقي الفرق. طب بقول لك يا كابتن علي، يمكن انت عندك ازمه، وانا يعني يمكن اتقابلت معاك في النادي، عندك ازمه ان انت الفرقه كلها في المنتخبات. بالظبط. والموضوع ده فيه مشكله انه طبعا انت يعني زي ما بيقولوا يعني هتمرن مين؟ يعني من بعد بكره المفروض رايحين المنتخب هيتبقى ثلاث لعيبه بالظبط. ثلاث لعيبه؟ طب ده كويس يا كابتن. ثلاث لعيبه ده كتير قوي، انا بهزر طبعا.
يعني طب هتعمل ايه يا كابتن؟ عندنا مشكله طبعا، الناس في المنتخب هنبقى بنتابعهم كل يوم، هم بيتمرنوا الصبح وبعد الظهر، ف المفروض هم هيجوا لي جاهزين يا كابتن عايز، بس المشكله في السيستم. المشكله هم هيخلصوا بطوله افريقيا على 27/9، انا هبدا ماتش السوبر يوم 12/10 وبدايه الدوري مرتبط 17/10، فما عنديش وقت يعني ما عنديش وقت فعلا الفرقه تشتغل مع بعض وبتاع. طب يا كابتن، يعني برضو لا قدر الله، يعني طبعا نتمنى السلامه لكل لاعباتنا، بس برضو مش بس الفتنس بتهالي، ممكن لا قدر الله جالك حد عنده شد اجهاد، ده جزء من تدريباتك يا كابتن علي يعني ممكن اوريدي طبعا. طبعا وارد، طبعا وارد طبعا، هيبقوا جايين من بطوله كبيره وبطوله قويه، فطبعا على الاقل 5 6 ايام اروح. لا ان شاء الله يا كابتن تقدر تتغلب على ده، وبتهيالي ممكن يعني يحصل ازاحه شويه للمواعيد، ولا خلاص المواعيد اتحطت من الاتحاد؟ اعتقد بنسبه كبيره جدا خلاص اتحطت وهيبعتوا بكره ان شاء الله. هيبقى صعب طبعا انها تتعدل يعني. كل التوفيق ليك طبعا يا كابتن علي هاشم، المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدنا النادي الاهلي، كل التوفيق ليك يا كابتن، وبنشكرك شكرا جزيلا ليك. شكرا يا كابتن. خلينا نروح لرنيم. رنيم، يمكن الدراسه، جانب الدراسه، انا بحب ليه اتكلم عن الدراسه، ان احنا برنامج الابطال بيعرض ابطالنا كقدوه، مش بس الجانب الرياضي طبعا، كلكم متفوقات ومنتخبات مصر وتمثلوا مصر وعلى مستوى طبعا عالي جدا، ولكن اكيد الدراسه. انت طبعا خريجه بيزنس في جامعه امريكيه، اكيد يعني تعبت، يعني اكيد الموضوع كان فيه مشقه. شايفه ان اللاعب يكتفي بالرياضه ولا لازم يبقى ماشي في الدراسه؟ لا طبعا لازم يبقى ماشي في الدراسه طبعا، علشان مهما كان الباسكت يعني هيبقى مهما لعبت هيبقى في وقت ان انت خلاص هتبطل فيه، فانت محتاج الدراسه ان انت تشتغل بعد كده. فاعتقد ان الدراسه حاجه مهمه جدا بجانب الباسكت، والمفروض الواحد يركز على الاثنين، على قد ما بيركز بيروح التمارين وكده لازم برضو يذاكر ويبقى مجتهد يعني في الجامعه او في المدرسه. او انت حابه تشتغلي يعني، حابه تخش حياه يبقى لي كارير او كده، حابه ده؟ ان شاء الله. ده يبقى مجهود مضاعف كمان عليك يعني طبعاً. اكيد بس انت، انا ليه بجيب الجانب ده؟ عشان لعباتنا صغيرين يشوفوا ان الموضوع مش بس ان انا يعني ابقى رياضي بس، لا لازم ابقى عيني على الدراسه كمان. ايوه طبعا. طبيعي. طب ندى قولي لي برضه، انت خريجه تربيه رياضيه صح؟ واكيد 4 سنين ولا 5؟ لا 4. كان في مشقه برضه. يعني جامعه وبتروحي وتيجي محافظه على لعبتك، توصلي تبقي منتخب مصر وتوصلي تبقي في النادي الاهلي، يبقى اكيد ده ما جاش من فراغ. دي حقيقه. هو برضه الدراسه مهمه جدا يعني، اكيد زي ما رنيم قالت برضو ان هو اكيد اي حد هيجي عليه وقته يبطل، فلازم يبقى ليه كارير وليه حاجه تانية يعني، بجانب ان هو مثلا لو هيطلع مدرب او حاجه لازم يبقى فيه حاجه تانية غير الباسكت. حبه تبقى مدربه؟ ليه لا؟ كابتن عليا دلوقتي احنا شايفينها ما شاء الله عليها، يعني مدربه كويسه جدا جدا، وانا بتوقع لها مستقبل كبير جدا يعني. انا بتمنى اشوف الهيد كوتش مثلا لفريق السيدات يبقى سيده. يعني ليه ما يبقاش عندنا الطموح ده؟ يعني موضوع صعب. طب قولي لي، في نشأتك وانت دلوقتي حتى لسه يعني لعيبه محترفه يعتبر دلوقتي، مين بيتعب معاكي بقى، بابا ولا ماما؟ مين اللي بيروح معاكي التمارين؟ مين بيوصلك؟ مين بيجي وراكي؟ مين اللي بيفضل ما ينامش لغايه ما ترجعي من تمرينك؟ القصه ايه؟ بابايا توفي يعني من وانا صغيره الله يرحمه، فمامتي هي اللي كانت معايا في كل حاجه، كانت توديني تمرين انا واختي، وكانت تقعد معانا وكانت تفضل مستنيانا لحد ما نخلص تمرين بس. فمامتي هي اكتر حد تعب معاكي وراحت وجت. دي حقيقة. وكانت بتقعد ولسه لغايه دلوقتي يمكن. يعني دلوقتي خلاص كبرت وكده بقيت لوحدي، بس اللي هي يعني هي اللي بتشجعني دايما، حتى بتشجعني قبل الماتشات. طب لما الاهلي كلموكي كانت مبسوطه؟ كانت مبسوطه قوي يعني، هي كانت نفسها ان انا العب في الاهلي. فبسطت قوي وقعدت تشجعني ان انا اروح وكده. طب وانت في هليوبوليس هل كانت مثلا برضه سبورت ليكي؟ كانت بتقول لك لا لعبي كويس عشان تروحي مثلا نادي اكبر، ولا خلاص يعني اللي يجي بقى واللي يروح يروح؟ لا هي كانت شجعاني ان انا العب كويس بس، يعني اللي هو كده اي نادي يعني بلعب فيه يعني هو ده المستوى اللي انا المفروض العب فيه، فكانت يعني مش فارق لها ان انا. ليكي ماتشاتك كمان؟ ليكي اخوات؟ كام؟ ليا 3 بنات. 3 بنات. انت اكبرهم ولا اصغرهم ولا ايه؟ لا انا رقم 3. انت رقم 3، يعني في 2 اكبر مني. وفي بنت اصغر مني. ما شاء الله، ربنا يخليكم لبعض يا رب. ميرسي يا رب. والثلاثه بيلعبوا باسكت ولا؟ لا في 2 الكبار مش بيلعبوا، والصغيره بتلعب باسكت. بتلعب باسكت. لسه يعني شايفاكي مثل اعلى بقى، يلا شدي حيلك بقى خلاص عشان تيجي الاهلي. لعيبه كويسه تيجي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. مريم نفس الكلام، يعني مين بقى اللي كان بيتعب معاكي؟ مين اللي كان بيروح معاكي التمارين؟ انا عارف طبعا في اسكندريه والسقعه والشتاء وبتاع، اكيد ما بيسيبوكيش لوحدك. في الاول كانت مامتي كانت بتيجي معايا وبتنتظم، بس توفت يعني ربنا يرحمها.
بس ودلوقتي بابايا وبقى يعني بيشجعني ومتابعني كل حاجه. مش بيجي معايا قوي يعني انا خلاص يعني حرام. بس يعني الاكتريه اختي، يعني هي اكبر مني بسنتين، فاحنا سننا متقارب قوي لبعض، فهي اللي على طول بتبقى بتشجعني وتتفرج على الماتشات. كانت بتلعب معايا، قعدت بنلعب مع بعض كتير في سبورتنج في الدرجه الاولى، انا بتاع مثلا 4 سنين بنلعب مع بعض، فهي بقى على طول كانت جات لك امريكا؟ هي دلوقتي قاعده في امريكا. لا هي جات لك هناك ولا؟ جات لي وجت اتفرجت على كام ماتش هناك. اللي عايشه في امريكا ولا عايشه هنا؟ لا عايشه في امريكا دلوقتي. عايشه في امريكا دلوقتي يعني، وكانت في ولايه ثانيه مع يعني كنتاكي ولا كانت في ولايه ثانيه؟ لا في ولايه في فلوريدا. فلوريدا كانت بتجيلك المسافه مش قريبه يعني؟ كانت ساعتين. يعني انا ساعات لما كان بيبقى عندنا اجازه من التمرين او كده كنت بروح لها، عشان انا بحب قوي فلوريدا وجو البحر وكده. بس وهي بقى في اي ماتشات او كده لو كان عندها الامكانيه ان هي تيجي كانت كانتش بتتاخر الصراحه. طب لما رحت الجامعه هي كانت في امريكا؟ لا ما كانتش في امريكا. انا ليه بسال؟ عشان القرار كان صعب. فهي دلوقتي هي في امريكا، بس لما سهلت عليك الدنيا بالظبط. بس اول سنه رحتها هي، انا كنت رحت لوحدي، هي ما كانتش لسه في امريكا يعني، فكان القرار كان اصعب شويه ان انا رايحه لوحدي، بس هي اللي شجعتني. واخويا طبعا. يا رب. طب واخوكي جالك ولا؟ لا ما جاش. طب اخوكي اكبر ولا اصغر؟ لا اصغر مني. اصغر بكام سنه؟ سنتين برضو. الدنيا قريبه، سنتين يعني كلكم تعتبروا جيل واحد. طيب بابا جالك برضو امريكا ولا ما جاش؟ لا. انت كنت بتنزلي في الاجازه؟ كنت بتقعدي قد ايه هناك وتنزلي قد ايه؟ كنت بقعد 9 شهور الجامعه والدراسه، قصدي الجامعه والباسكت، وبنزل الصيف كام 6 شهور. لا ده انت كنت بتنزلي ايه؟ بتنزلي 3 شهور اعتقد. شهرين 3 وبترجعي تاني بتاني، عشان بيبقى في اعداد للجامعه بدايه الموسم. بالظبط. كنت بتقعدي شهرين. انا اللي اعرفه اللي بيقعدوا في مصر اجازه شهرين بس. طب وكان فول سكولر شيب يعني، هم كانوا يعني مديلك منحه دراسيه كامله ولا كان بيبقى في جزء عليكي في حاجات معينه؟ لا كانت كامله، كان كل حاجه، اكل والسكن والجامعه. كنت ساكنه جوه الكامبس برضه جوه الجامعه. والدنيا كانت لطيفه جدا. اكيد التجربه دي علمتك كتير جدا، وكان فرحانه قوي بجد ان انا اخذت التجربه دي. شرفتينا هناك طبعا. اكيد. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن الباسكت، انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لكم الجميل في النادي الاهلي دلوقتي انه بيتعاقد مع صفقات من العيار التقيل، صفقه بتيجي تعمل الفرق. ندى ورنيم الحقيقه ان شاء الله متوقع لهم، وسمعنا كابتن علي هاشم قبل الفاصل بيقول ان بيتوقع لهم هيعملوا شغل مع الفرقه، وخاصه ان الفرقه في امس الحاجه لمركزهم، هم 2 لاعبات منتخب مصر. يمكن اجي لك يا ندى، يمكن انت من عيله مرسال. الله يرحمه كابتن مرسال كان من نجوم مصر ونادي الزمالك في الالعاب القوى، صح ولا غلطان؟ أيوة. فانت من العيله الرياضيه يعني ما شاء الله اتلتيك كبير، تفتكري يعني الجينات ليها دور في الموضوع ده ولا لا؟ اكيد. حته البدني، ووالدتك كمان كانت بتلعب العاب قوى صح ولا غلطان؟ ماما كانت تلعب باسكت وبابا كان بيلعب صح. صح انا افتكرت. هل يعني ده برضو ليه دور يعني، هل برضو لما يبقى الاب والام كانوا رياضيين حاجه زي كده بيبقى ليها دور ولا لا؟ اكيد يعني نشاتي رياضيه يعني، فمامتي كانت بتشجعني دايما ان انا اللي هو لازم نبقى من الاول خالص بنلعب رياضه وكده. الرياضه اهم حاجه يعني بالنسبه لنا يعني. فبابا الله يرحمه برده كان بيشجعنا، وكان قعدت فتره بلعب العاب قوه ومع الباسكت، بعد كده بقى كملت باسكت عشان ماما. صحيح. ما طبعا اكيد يعني ماما هتوجهك الباسكت. بس خلينا ناخد مكالمه من امريكا، معانا ران طبعا، اخت رنيم، ران الجداوي اخت رنيم من امريكا. اهلا بيك يا ران. اهلا بحضرتك. يمكن انت ما كنتيش معانا على الهواء وما سمعتيش طبعا رنيم قالت عليكي ايه، يعني قالت كلام كتير وقالت ان ليكي كان ليكي دور كبير جدا في سفرها، وان هي كانت يعني لما رحتي امريكا كنتوا قريبين جدا من بعض. كلميني عن التجربه دي يا رون. طبعا كانت تجربه جميله، لان هي رنيم شخصيتها حساسه جدا، قبل لما تسافر امريكا كنا كلنا خايفين عليها، وانا على قد ما كنت سفرتها ان هي تاخد الخطوه دي وان هي تلعب بروفيشنال كل الكلام ده، على قد ما كنت خايفه عليها طبعا. بس اول لما راحت هناك ما شاء الله تالقت، وبقت يعني علامه مميزه في الـ NCAA الدوري الامريكي للجامعات، وخلتنا صراحه كلنا فخورين بيها الحمد لله يعني. فبعدها حسيت ان انا الحمد لله عملت قرارات كتير بنشرحها، وبدات ان هي تاخد الخطوه دي وكده. بس الحمد لله يعني خطوة كويسه جدا، وساعدت كتير في مستواها وشخصيتها ما شاء الله. طب ران خليني اكلمك، لما رنيم كلمتك وقالت لك ان انا النادي الاهلي كلموني وعايزين نروح النادي الاهلي، كان رايك ايه؟
طبعا فرحت جدا، النادي الاهلي نادي كبير والمنافسات طبعا يعني اي حد من واحنا صغيرين نفسنا نلعب في النادي الاهلي، ونادي له جمهور كبير، مستوى تاني من اللعب يعني من المنافسات وكده. فطبعا فرحت جدا بالفرصه دي، بس نفس الوقت انا على طول خايفه عليها يعني. قلت لها يا رنيم انت قد المسؤوليه وهي قد المسؤوليه باذن الله. ان شاء الله. واللي خلى رنيم يعني تتألق في جامعه في امريكا في كنتاكي، وكمان هي كانت عايشه لوحديها، ده حطها في تجربه تعدي من اي حاجه تانية. صح باذن الله. ان شاء الله. يعني ران بشكرك طبعا، بنكلمك من ولايه فلوريدا، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني رنيم تشرفك باذن الله مع النادي الاهلي. يعني برضو يعني في هارموني معاك وبينك وبين اختك، يعني نادرا ما بتلاقي الاخت متابعه اختها بشكل بتفاصيلها بكل حاجه كده، بالرغم ان هي دوله تانية. صح؟ اه يعني بتهيألي ران بتمثلك كتير. جدا يعني، حتى في مثلا كل قراراتي مش يعني دايما انا اول واحده بكلمها هي ران، عشان انا عارفه ان هي تفكيرها شبه قريب من تفكيري، فاللي هو هتقوله لي انا فعلا يعني هكون مقتنعه بيه. اكيد اكيد اكيد. واكيد خلي بالك برضو يعني يعني البني ادم بيبقى مجموعه قرارات صح في حياته. يعني هتلاقي عشان ندى تبقى في نادي الاهلي النهارده، وعشان تبقي انت في نادي الاهلي النهارده، اخذتوا مجموعه قرارات صح، سواء نشاتكم سواء لعبكم، ممكن يكون الاسره ليها دور كبير جدا، انتوا نفسكم ليكوا دور، يعني الموضوع بيبقى مجموعه من القرارات السليمه. بس خلينا نتكلم عن طموحاتكم على النادي الاهلي. احنا داخلين على موسم ندى فيه بطولات كتيره، في دوري السوبر، في كاس مصر، في السوبر المصري، ان شاء الله في بطوله افريقيه، ده اللي تقريبا اربع بطولات. طموحاتك ايه مع الاربع بطولات دول؟ ان شاء الله ناخد اول كل البطولات يعني دي طموحاتي يعني، مش اقل من اول يعني ان شاء الله. يعني شايفه ان مركز اول يعني حتى في افريقيا، يعني انت عارف افريقيا بيبقى فرق انجولا، بيبقى الموضوع برضو في فرق تونس كمان بيبقى متعاملين بقى فرقه او لعيبه محترفين، شايفه ده يعني نقدر؟ نقدر يعني. كابتن علي يعني مدرب كويس جدا، والصفقات كلها وحتى البنات الموجوده كويسين جدا، فحاسه ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه قوي. انت لعبتي مع لوكا صح، اللي هي المحترفه بتاعتنا؟ لعبتي مع في ليوبلس. ففي تهيألي يعني مش هتحسي يعني بوينت جارد لما بيكون انت لعبت معاه هو المايسترو بتاع الفرقه. ايوه دي حقيقة. فانت ده هيفيدك كتير. طب ايه لوكا يعني اكتر حاجه بتميزها ايه انت لما لعبتي معاه؟ يعني من ايه شخصيا يعني؟ لا في الملعب هل عينيها حلوه مثلا؟ هل سريعه؟ بتلعبكوا انسايد تحت الباسكت كتير. خلي بالك البوينت جاردز ممكن يكون بيلعب الجاردات كويس، بس البوينت جارد عشان لعب السناتر تحت الحلقه بيبقى، انت شايفه لوكا كده ولا ايه؟ هي عندها فيجن يعني بتشوف الملعب كله، فحاسه ان هي هتلعب كله يعني من اول كاترز لحد كنت مبسوطه لما الاهلي تعاقد معاها وانت جايه ولا؟ كنت مبسوطه قوي. اكيد اكيد عشان لعبت معاها وكده، وانا بحب لعبها من ساعه ما كانت في افريقيا، فانا كنت مبسوطه قوي. طب شايفه ايه كده يا رنيم؟ يعني شايفه لوكا برضو اكيد انت شفتيها، ما لعبتيش معاها انت كنت في امريكا، بس انت شفتي كايلا بتهيألي. كايلا كانت اتفرجت كنت بتفرج برضو يعني. لا لحقت لوكاس لعبتها، كنت بلعب مع سبورتنج في سنه، جيت بعد الجامعه يعني انضميت مع سبورتنج شويه، فلعبتها في في الفاينل. صراحه اللعيبه هايله يعني. فعلا بتبص على بتهيألي كمان انتوا لما جيتوا انتوا تحت الحلقه انتوا الاثنين خلاص، يعني احنا مش محتاجين حد محترف تحت الحلقه صح ولا لا؟ تاني محتاجين بوينت جارد بقى ينقلنا ويشغل اللعيبه الموجوده، سوريا، وجود سوريا، موجود السلعاوي، نادين السلعاوي، مجموعه كبيره بتهيألي مش هتحتاجه غير بوينت جارد كويس يشغله. طب قولي لي مع المنتخب في يعني زي ما بتقولي بيبقى دايما في نقط قوه ونقط ضعف في المنتخب، منتخب مصر شايفه ايه اللي بيميزنا؟ بلاش الضعف نتكلم عليه، ايه اللي بيميز منتخب مصر؟ هل احنا عندنا جاردات كويسين؟ هل تحت الحلقه احنا كويسين؟ لا محتاجين حد كويس تحت الحلقه. ايه اللي ناقصنا منتخب مصر او اللي بيميزنا في منتخب مصر؟ اللي بيميزنا ان احنا، انا بحس ان احنا عندنا يعني موهبه اكتر من الافارقه، يعني احنا كلنا بنعرف نلعب باسكت كويس. هم الافارقه بس اللي بيميزهم عننا ان هم بس بالظبط سرعتهم او بدنيا هم احسن مننا شويه. طب بنتغلب على ده ازاي؟ ان احنا نشوف يعني نقطه ضعفنا ونقويها، ان احنا نشتغل اكتر. هل لو احنا يعني نقدر نقوي الناحيه البدنيه؟ طبعا ندى معانا وهي طبعا بتقدر الناحيه البدنيه جدا، وهل لو احنا طورنا الناحيه البدنيه مهما طورناها مش هنقدر نسابقهم، ولا هل نستخدم عقلنا اكتر في الملعب؟ يعني انتوا شايفين حل الموضوع ده ايه؟ ممكن الاثنين، نموت الملعب يعني زي ما بيقولوا، ونلعب على السيت بلاي، نلعب ستاتيك بلاي اكتر، ما نبقاش نجاريهم في الجري السريع، لو في فاست بريك سريع نخلص ما فيش تسرع. هل الحاجات دي كلها تفرق معانا؟ طبعا يعني اكيد يعني طبعا هتفرق، بس برضو يعني نكون عندنا بدني كويس شويه طبعاً. اللي هو يعني
طبعا. طب انت كينيا، يعني ماتشنا مع كينيا اللي فات ده انت لعبتي، يمكن ندى ما كانتش موجوده واعتذرت، شايفه يعني نقدر لو لعبناهم تاني نقدر نكسبهم يعني حتى بالناحيه البدنيه دي؟ يعني احنا حاسه ان احنا كنا في اخر ماتش وفاينل وكنا ارهقنا شويه، يعني هم طبعا البدني بتاعهم احسن بكتير فكانوا لسه بصحتهم شويه، لكن احنا كنا مرهقين. احنا لما لعبناهم في المجموعات احنا كسبناهم، فحاسه ان احنا لو لعبناهم تاني هنكسبهم يعني ان شاء الله. شايفه كده يا ندى برضه؟ يعني شايفه ان تابعت الماتش اكيد شفتيه، كلنا شفناه يعني. حاسه ان احنا احسن بكتير، فهي ممكن كن بس بتهيألي انت كنت مع المنتخب كنت هتفرق يعني. انا حاسس يعني كل وجودك يعني مع المنتخب بتهيألي لو لعبت افريقيا اللي جايه برضه هيفرق ان شاء الله. يعني وجودك هيكون يعني دافع كويس جدا. وخلي بالك برضه يعني احنا كان ازمتنا في كينيا كان تحت الحلقه، بتكلم بكل صراحه، لان هم كانوا طوال جدا، ويعين السناتر بتوعنا تعبوا من كتر البوكس اوت والجري وان انت تقابل على داخل، برغم ان احنا باسكت اعلى منهم كلهم يعني محتاجين ده. طب انت في امريكا حسيتي ان احنا فعلا قريبين من الناس ولا الدنيا بعيدة؟ يعني انت في امريكا حاسه ان احنا نقدر نكون زي الناس دي ولا لا؟ طبعا طبعا، هم بس بياخدوا كل حاجه بجد، يعني وقت الجد جد ووقت الهزار هزار، والتمرين بيبقى يعني على اكمل وجه. حاسه ان احنا لو اتمرنا زيهم ويعني خدنا الامور بجديه، خدنا بالظبط الامور بجديه، هنوصل طبعا ونبقى احسن. رنيم طبعا نورتيني وشرفتيني، واتمنى لك كل التوفيق طبعا مع النادي الاهلي، انت لعيبه كبيره وانتظر منك المزيد. نورتيني وشرفتيني. شكرا لحضرتك. ندى نورتيني وشرفتيني، وحاجه جميله جدا، ويا رب يا رب نشوف معاه النادي الاهلي تالق ليك ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي قوي. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا طبعا مع نجماتنا، نجمات كره السله في النادي الاهلي. انتظرونا وحلقه جديده مع الابطال ونجمات او نجمات جداد، ولكن في الحلقه القادمه. شكرا جزيلا.